مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من وراء الحدث، نخصصها اليوم لاغتصاب القاصرين والقاصرات بين وحشية الفعل والأحكام القضائية التي توصف بالغير ملائمة. يسرنا أن تكون معنا من الدار البيضاء الأستاذة عائشة قلاع، وهي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا. أهلا وسهلا بك معنا. كما يسرنا أن تكون معنا من الرباط الأستاذة نجاة أنور، وهي رئيسة جمعية مدقش ولدي. أهلا وسهلا بك سيدتي معنا. كما يسعدنا أن تكون معنا من الدار البيضاء الأستاذة بشرى عبدو، وهي مديرة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة. أستاذة بشرى أهلا وسهلا بك معنا. أبدأ معكم الأستاذة عائشة. القضاء لم يقل بعد كلمته النهائية في قضية اغتصاب الطفلة ذات 12 سنة، لكن الأحكام الصادرة حتى الآن تثير الكثير من الجدل وأسالت وما زالت الكثير من الحبر. كيف تنظرون إلى هذه القضية وإلى تداعياتها إلى الآن؟ مساء الخير وشكرا على الاستضافة والمتابعة الإعلامية من طرف ميدي آن لهذه القضية. قضية الطفلة التي تعرضت لجرائم بشعة، جرائم الاغتصاب وهتك العرض و يعني من السلاح. نعم، يعني من الجرائم الخطيرة مع الأسف، تهديد بالسلاح الأبيض إلى غير ذلك، من الاعتداءات الخطيرة التي تعرضت لها هالطفلة. اليوم هذا الملف معروض على القضاء كما قلتم، ليس هناك حكما نهائيا في الملف. لحسن الحظ أن هناك تتبع لهذا الملف من طرف الإعلام ومن طرف الرأي العام. كنتمنى في المرحلة الاستئنافية أن يتم استدراك ما تم إغفاله، لا سواء خلال مرحلة البحث التمهيدي ولا سواء خلال التحقيق ولا خلال المرحلة الابتدائية أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط. هذا موضوع، عفوا، موضوع الاعتداءات الجنسية على الأطفال. حالة طفلة من تيفلت، يعني نظرا لهذا التتبع الإعلامي ولأن الطفلة نتج عن هذه الجرائم حمل وهي طفلة في سن 11، اليوم الطفلة في سن 13 سنة وعندها طفل عنده سنة وشهرين في العمر ديالو. هذا نموذج أو مثل أو قضية من قضايا كثيرة لأطفال وطفلات يتعرضون للاعتداءات الجنسية، للاغتصاب ولهتك العرض ولمجموعة من الأفعال الإجرامية الجنسية. لليوم مع الأسف هذا الحكم راه ماشي لأول مرة، كاينه أحكام كثيرة في قضايا اغتصاب الأطفال يتم فيها الاستخفاف بهذه الأفعال الإجرامية ولا يتم تشديد في العقوبات. وعندنا أمثال كثيرة من هذه القضايا اللي فيها مع الأسف القضاء يتعامل بنوع من الاستخفاف. المشكل ليس لأنه ما كاينش رغبة، ولكن لأنه ما كاينش وعي وما كاينش تكوين حقوقي لخطورة هذه الجرائم، وما كاينش وعي حقوقي لوضعية ضحايا الاعتداءات الجنسية، وخاصة ملي كيكونوا أطفال وقاصرين، أطفال وطفلات، تضيع الحقوق، ليست هناك أي حماية. اليوم هذا القرار الجنائي الابتدائي الذي أثار هذه الضجة فيه عقوبات يعني مخفضة إلى أقصى درجة دون احترام المقتضيات القانونية. حتى المقتضيات القانونية المنصوص عليها سواء في هتك العرض القاصر سواء في اغتصاب قاصر سواء طيب لم يتم احترامها، بل حتى في هذا القرار ما كاينش هناك أي تدبير لحماية الضحية، لحماية محيط الضحية، لأن ليس الضحية فقط بوحدها التي تعاني، كل محيط، كل أسرة. سنعود إذا تفضلت الأستاذة إلى هذه التداعيات. أريد أن أشرك السيدة نجاة معنا، أهلا بك. نريد أن نطمئن أولا على الطفلة سناء، كيف هي اليوم؟ هل أنتم في تواصل مستمر معها؟ كيف حال رضيعها كذلك؟ لأننا أمام حالة إنجاب طفلة لطفل. سيدة نجاة، هل تسمعينني؟ أن السؤال ليس موجها لي.
ففعلا قلت السيدة نجاة. أهلا هي بك سيدة نجاة، أنا نعم سألتك عن حال شكرا. الطفلة، هل أنتم في تواصل معها؟ ما هي أخبارها اليوم؟ ما هي أخبار الرضيع الذي معها؟ هل هناك مواكبة مساعدة لهذه البنت؟ بالنسبة للطفلة القاصر وهي الأم التي أصبحت أم عازبة، منظمة مسقيش ولدي في تواصل معها، وحالتها النفسية جد سيئة، وكما يعلم الجميع يعني انعدام التتبع النفسي بالنسبة للمناطق النائية أو بالنسبة للمناطق نقول يعني البعيدة من الرباط والدار البيضاء أو المدن الكبرى. وحتى وإن كان هناك تتبع نفسي، نعرف بأن هناك العيادات الخاصة، وهذا أمر ننظر فيه جميعا. بالنسبة للحكم كيفما ضم المجتمع المدني المغربي برمته، فمنظمة مسقيش ولدي أصبنا بإحباط، لأن منذ سنة 2004 ونحن نناضل لكسر هذا الطابو، نناضل لتغيير فصول القانون الجنائي، نناضل من أجل نشر وعي مجتمعي، والحمد لله كما نرى على أن المجتمع المغربي أصبح على درجة كبيرة من الوعي، والدليل هو رفضه لهذا الحكم. سنعود إلى تعليقكم على ما يجري. سيدة نجاة، يهمني كثيرا أن أعرف كيف تعامل هذه الطفلة. سمعنا خيبة أمل من أبيها وهو يدلي بتصريحات للصحافة، سمعنا كذلك جدتها تتحدث اليوم. كيف يجري التعامل مع هذه الطفلة؟ هل هي حبيسة البيت؟ هل هناك تواصل معها؟ هل هناك مواكبة نفسية لها؟ هناك تواصل مع أب الضحية، وحسب ما يبدو بأن أب الضحية يحدد تسوية هذا الوضع بالزواج. كيف؟ هذا ما فهمناه. كيف؟ لم أفهم سيدة نجاة، هل لك أن تشرحي لنا؟ يعني ما فهمناه هو أنه أب الضحية يحدد التنازل عن القضية مقابل تزويج ابنته لمغتصبها، وكما هو الحال الذي نرفضه دائما. هذا حسب ما يروج حاليا، وليس هناك أي تأكيد، ولكن هذه أخبار تصلنا. نحن على تواصل مع أب الضحية لمواكبة هذا الملف في المرحلة الاستئنافية، ولكن بالنسبة كما قلت للتواصل مع الضحية فالأمر ليس بالسهل إلى حد الآن، لأنه يجب أن يتوفر لها علاج نفسي في مدينتها. فهذا ما نحن ما نحاول الآن أن يعني نشتغل عليه في داخل منظمتنا. كيف يتم التعامل مع هذه الطفلة؟ هل لديكم أخبار؟ كما قلت التعامل الآن هو مع أب الطفلة. طيب، وليس مع الطفلة مباشرة. لم تتمكنوا من التواصل معها مباشرة؟ لأن التعامل مع الطفلة يجب أن يكون على درجة من الحيطة والحذر، وأن يكون بتوفر أخصائي نفسي، لأن الأمر ليس بالسهل، وأن يكون بمتخصص في الاستماع، لأن لا يعني ماشي أي واحد جاء يمكن له يمشي عندها بالطفلة ويبقى يستجوبها يعني كما يحلو له. فهذه الوضعية هي وضعية جد معقدة، ونحن نشتغل على توفير أخصائي للاستماع لهذه الطفلة ومواكبتها نفسيا. وبما أنها بعيدة من الرباط فنحن يعني نحاول أن نعالج هذا الأمر مع ما تتيحه لنا الإمكانيات، حتى نستطيع التواصل معها، وحتى لا نزيد الطينبا كما يقال. طيب، أنتقل للأستاذة بشرى عبدو. أهلا بك سيدة بشرى معنا. نحن نتحدث كثيرا عن الطفلة سناء، ومن حقها أن نتحدث عنها ونثير هذه القضية للرأي العام، ولكن هناك ضحية أخرى، هذا الطفل البريء ابنها اليوم. ما هي الحقوق التي تعطى له اليوم؟ هل له حق في إثبات النسب، بما أن هناك خبرة جنية أثبت أنه ابن بدرجة 99.99% هذه النسبة لأحد المغتصبين؟ نريد أن نعرف ما هي القانون الذي يحميها اليوم.
أولا كما قالوا تكلموا الأخوات، هو أن هذا الموضوع ولا هذه القضية ديال اغتصاب الطفلة هو مأساة حقيقية اللي خلقت واحد الغضب كبير داخل المجتمع المغربي، وخاصة لدى الجمعيات الحقوقية والنسائية والجمعيات التي تعنى بالطفولة. هذه الطفلة اللي هي تغتصب وكذلك تنتج عليها حمل، واللي هذا الحمل اللي غيخرج واحد الوليد ولا بنية اللي في حقيقة هو كما تنقولوا هي أم، الآن هي أم عازبة اللي غتتعرض لعدة مشاكل من بعد، ولكن أي حقوق لهذا الطفل ولا لهذه الطفلة؟ بالطبع تنتكلموا اليوم على جريمة شنعاء، كيفاش غنحلوها وكيفاش كيفاش النسب يمكن يلحق بالأب البيولوجي؟ هذا فيه نقاش كبير، لأن اليوم هذه المأساة هي مثل المأساة ديال أمينة الفيلالي في 2012 في الوقت اللي انتحرت جراء الاغتصاب اللي وقع لها، وكذلك اللي بغاو يلزموها أن تزوج بالمغتصب ديالها. اليوم كذلك عندنا نفس الملف بطريقة أخرى، نفس القصة بنفس المأساة نفس الآلام ديالها الطفلة اللي هي غتولد كذلك طفلة، وكيفاش غتربى هذيك البنية ولا هذاك الوليد، وكيفاش غيعيش بشكل سيدة بشرى؟ هل هناك مطالب اليوم بخصوص هذا الطفل؟ هل هناك مساعي لإثبات نسبه؟ هل هناك محامون يهتمون بهذه القضية؟ بالطبع اليوم ما هي المطالب اليوم؟ المطالب اليوم هو العقوبات أولا على المتهمين، طيب. عقوبات زجرية، تشديد العقوبات حتى أن باش ما يفلتوش من العقاب، باش ياخذوا باش تنصف هذيك الفتاة وتنصف كذلك الأسرة، باش كذلك ما نوصلوش للمستوى ديال أن الأب يفكر أنه يزوج بنته من المغتصب ديالها. وكذلك خاص الدولة أنها تحمل مسؤوليتها في المجال كما قالت تكلمت الأستاذة سابقا، في المجال الصحي هو الدعم النفسي اللي مهم اليوم هذه الطفلة، وكذلك الدعم النفسي للعائلة لأنهم محتاجين كذلك لدعم نفسي بشكل مستمر. بالإضافة إلى ذلك هو أننا في الوقت اللي غيكون عندنا هذيك ديك الطفل ولا الطفلة، ديك الساعات نشوفوا الإجراءات القانونية اللي ممكن تخوضها الأسرة. ولكن اليوم اللي مطروح الآن وفي اللحظة هو أن في الاستئناف أنه يأخذ القانون مجرى، وأن تكون عقوبات مشددة على الجنات، لأن هذا التخفيف اللي هو فيه تساؤلات كثيرة، هذه العقوبات اللي مرقاش المستوى القانون الجنائي في نفسه، بالرغم أنه بعلته في الفصل 471 في الفصل 485 في الفصل 488 اللي هو تشدد العقوبات، اليوم تلقاو سنتين أو أقل في التخفيف، طيب. ديال جوج الأطراف وجوج متهمين من في هذه الجريمة. إذا طيب سأعود إليك أستاذة بشرى، أنت أعود مرة أخرى إلى السيدة عائشة. استفادة المتهمين من ظروف التخفيف، هل هناك ما يبرره؟ قرأنا في التعليل أن يتعلق الأمر بالوضعية الاجتماعية لكل متهم، ثم أنه ليست هناك سوابق قضائية. هل هذا مقنع بالنسبة إليكم كحركة حقوقية؟ قبل هذا السؤال للا جوهرة، أريد أن أشير إلى أن الطفلة ذات 13 سنة تواصلت معها، هي تتابع تكوينا مهنيا بمدينة تيفلت، وبفضل جمعية إنصاف، يعني هذه جمعية أخرى اللي تكلفت بالتكفول بهذه الطفلة، واليوم هي تتابع تكوينا مهنيا في الحلاقة في داخلية بمدينة تيفلت، والرضيع ديالها ذو سنة وشهرين تتكفل به عائلتها والدتها وجدتها. كاين إشكال قانوني حقيقي بالنسبة لإثبات نسب هذا الطفل إذا لم يقر الأب الجيني اليوم البيولوجي، رغم الخبرة الأدام الخبرة الجينية، إذا لم يقر هناك إشكاليات ديال إثبات النسب. هناك في حالة سابقة قضائية سيدة عائشة في هذه المسألة؟ نعم. كانت في طنجة أعتقد. هناك سابقة قضائية، مع الأسف هنا أحكام من قضاة، ونحن نعتبر أحيانا أحكام قضائية جريئة وتاريخية
لصالح الطفل ولصالح المرأة أحيانا، لكن عندما نتابع مسار هذه الأحكام بعد الاستئناف إلى محكمة النقد نعود إلى نقطة الصفر، ويتم نقد هذه الأحكام وإرجاعنا إلى نقطة الصفر، على اعتبار أن هذه الأطفال أطفال ناتجين عن جرائم اغتصاب، وهم حسب هذا مع الأسف هذه العقلية التي لازالت سائدة هم أطفال زينة، وهذا مس بكرامة هذه الأطفال وليس لهم الحق في النسب مع الأسف. اليوم هذه الحالة ديال طفلة سنة تدق ناقوس الخطر لإحقاق الحق وإعطاء الطفولة وحماية الطفولة، وهذه الأطفال لا ذنب لهم لأنهم جاءوا للعالم دون رغبة منهم، والمفروض أنه نحن دولة صدقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والمفروض أن هذه الاتفاقية يتم تفعيلها وتنزيلها على مستوى المقتضيات القانونية. طيب ما هي ظروف التخفيف؟ ما تعليقك على ظروف التخفيف؟ مع الأسف نحن أنا كرئيسة جمعية المغربية لحقوق الضحايا ضحايا الاعتداءات الجنسية، وما مرة تحدثنا عن هذا الشيء في ندوات فكرية وندوات صحفية. ظروف التخفيف لا يمكن الأخذ بها بالنسبة لنا وقناعتنا في جرائم خطيرة مثل جرائم الاعتداءات الجنسية على الأطفال. كيف يمكن تحدثوا على الوضع الاجتماعي؟ القاضي من حقه يكون قناعته، طبعا تكوين القناعة من خلال ما يروج أمامه في جلسة الحكم، في جلسة المناقشة، في مجلس القضاء، ولكن ظروف هاد الطفلة قاصر 11 سنة، ظروف هاد الاغتصاب المتكرر من عدة متهمين، كاين تعدد ديال الأفعال وتعدد ديال المتهمين، وضحية قاصر 11 سنة ونتج عن ذلك حمل، كيف يمكن ناخذ الفرض اليوم أن ظروف التخفيف يوضع لها يعني المشرع إطار ديال جرائم الاغتصاب أو الاعتداءات الجنسية على الأطفال والطفلات لا يمكن اعتبار ظروف تخفيف فيها، ولا يمكن السماح للقاضي بسلطة تقديرية في هذه المسائل. طيب سنشارك الأستاذة نجاة في هذه المسألة، ظروف عندما تمنح ظروف التخفيف لقضايا كهذه الاعتداء على طفلة صغيرة، الاغتصاب، التهديد بسلاح، حمل ناتج عن هذا الاغتصاب، وكذلك الاستغلال الجنسي، إذا متى ستطبق ظروف التشديد؟ أولا نذكر بأن الدور ديال منظمة مدقش ولدي بالنسبة لضحايا الاعتداءات الجنسية هو المواكبة القانونية، وهو مرافقة الأسرة ومحاولة إيجاد الدعم النفسي. الحمد لله أن جمعيات المجتمع المدني في المغرب كاين جمعيات هي متنوعة ومتخصصة، مثل جمعيات اللي كتكلف بالأمهات العازبات، وللحمد لله هي بدات تدير الدور ديالها. بالنسبه لنا حنا في منظمه ما تقيش ولدي غادي نوقف عند هذه الحاله ديال هذه الطفله هذه، باش يعني نوصل واحد النداء. نعم. نداء لان منظمه ما تقيش ولدي هي عندها اتفاقيه شراكه مع وزاره الصحه والحمايه الاجتماعيه، والحمد لله كنشتغلوا دابا على الوحدات الصحيه في المناطق، يعني غنبداو نشتغلوا على الوحدات الصحيه في المناطق النائيه. لماذا الوحدات الصحيه؟ وكان المشروع النموذجي وهو مدينة بولقنادل بسالة، اللي الحمد لله تجهزت فيها الوحدة الصحية، توفير مساعدة اجتماعية، توفير الإنصات، الدعم إلى غير ذلك. بحال هذه الوحدة هذه بغينا نعمها في جميع أنحاء المملكة. علاش؟ لأننا اليوم عندنا الحالة ديال هذه الطفلة ديال تفلت، كون كانت عندنا الوحدة مجهزة يعني بالنسبة للمساعدة الاجتماعية اللي غدير الاستماع، بالنسبة للدعم النفسي ما غاديش نكونوا اليوم في خصاص، وما غتكونش هذه الطفلة يعني مازال حنا خصنا كيفاش نقلبوا لها على الدعم النفسي، يا اما هي غادي تجي لمدينة الرباط او خص شي حد اللي يبقى يتنقل لعندها. فكنتمنى من يعني جميع المتدخلين في مجال حماية الطفولة انهم ياخذوا هذا المشروع اللي حامله منظمة ما تقيش ولدي، واللي كان البروفيسور خالد أيت الطالب مشكورا التقط الإشارة وعرف بأن خدمة المواطن هي في سياسة القرب من المواطن، كما ينص على ذلك صاحب الجلالة نصره الله. بالنسبة لظروف التخفيف، احنا في منظمة ما تقيش ولدي ضد ظروف التخفيف. لماذا؟ لأن جرائم الاعتداء على الأطفال خص ما يكونش يعني المتهم يمتع بظروف التخفيف. إلا لاحظنا في هاد بالنسبة لهذه الجريمة هذه، احنا كنشوفوا بأن القاضي اللي صدر هذا الحكم هذا تعامل مع هذه الطفلة وكأنها هي المتهمة، تعامل مع هذه الطفلة وكأنها هي مسؤولة
على هذه الأفعال، مع العلم أن الطفلة هي في سن ديال عدم التمييز حتى شنو كيوقع لها. إذن كيفاش حنا يمكن لنا نهضروا على ظروف التخفيف؟ كيفاش يمكن لنا نقولوا بأن هاد الناس ما عندهمش سوابق، وهاد الطفلة اللي اغتصبت في الحق ديالها وأصبح لها طفل الآن يعني هي مسؤولة عليه، هاد الأسرة اللي تدمرت، هاد الشيء كله يعني شنو كيفاش يعني تحكم على هاد المتهمين بسنتين ولكن حكمنا مرة أخرى على هاد الطفلة بالضياع؟ احنا في منظمة ما تقش ولدي كنطالبوا من المشرع المغربي أنه يعني فورا يعيد النظر في بعض الفصول ديال القانون الجنائي، وخاصة الحد الأدنى بالنسبة للعقوبات المتعلقة بالاعتداءات الجنسية على الأطفال. صراحة احنا في منظمة ما تقش ولدي ما كرهناش أن الحد الأدنى يكون هو 20 سنة، باش تكون واحد الصرامة والردع لكل من سولت له نفسه المساس بكرامتنا، لأننا احنا كنشوفوا راسنا أننا كنزيدوا خطوات القدام، كنشوفوا راسنا بأن اليوم كاين آلية طفل مختفي لمنظمة ما تقش ولدي طالبت بها سنين وسنين، والحمد لله تمت الاستجابة لها من طرف مديرية الأمن الوطني ومن طرف رئاسة النيابة العامة. كاين اليوم اتفاقية شراكة مع وزارة الصحة غنشتغلوا إن شاء الله على الوحدات ومراكز القرب، كاين يعني مكتسبات كثيرة تحققت بالنسبة للطفولة المغربية، ولكن كنشوفوا بأن بحال هاد الأحكام هذه كتخلينا هاد الأحكام الهزيلة اللي هي كتشجع المعتدين وتتشجع مغتصبي الأطفال، كتخلينا نحسوا بأننا كنرجع خطوات كثيرة للور، وكتخلينا نحسوا بأننا يمكن يالله غادي نبدأ، مع العلم أننا احنا بدينا في الموضوع ديال كسر الطابو سنة 2004. الأستاذة بشرى عبدو، نريد أن نفصل أكثر في ظروف التخفيف، في قضايا مماثلة هل تمنح هذه ظروف التخفيف هذه لكل من ليس لديه سوابق قضائية؟ بالعكس، لأن أمام هذه المأساة وأمام هذه القضية الفظيعة جدا والمؤلمة كذلك، بالرغم أن المتهمين ما عندهمش سوابق كان خاص يكون عندهم عقوبات مشددة. لا، أنا أسألك هل استفاد متهمون آخرون في قضايا كهذه اغتصاب الأطفال من ظروف التخفيف، أم هذه سابقة هذه المرة؟ هذه سابقة نظرا لأن هناك إعلام الذي غطى الواقعة، لأن أصبح ميل في الرأي العام. أما هل هناك قضايا أخرى؟ ممكن وممكن لا، ولكن هذه قضية اليوم أمام الرأي العام الذي فيها تخفيف في قضية التي كان من الأجدر أن يكون المتهمون لهم عقوبات زجرية قاسية جدا، كما قالت السيدة سابقا أكثر من 20 سنة، من أجل أن يكونوا عبرة للآخرين، لأن أغلب يمكن الجنات الذين يكررون نفس الفعل ويقومون بعملية العود يكونون يأخذون عقاب شاد جدا. لا يعقل اليوم أن نخفف على هؤلاء بالرغم أنهم قاموا باغتصاب متكرر للضحية، هتك عرض السلاح الأبيض، الممارسات الشادة مع الطفلة إلى آخر. إذن اليوم كمجتمع مدني وكجمعيات نسائية حقوقية نطالب بعقوبات شديدة لهؤلاء المتهمين حتى لا يفلتوا من العقاب، لأن كل ما خففنا من العقوبات، كل ما خذنا بعين الاعتبار يمكن الحالات الاجتماعية للمتهمين، كل ما قدرنا أننا نخلق واحد التسيب نوعا ما داخل المجتمع. كما قالت الأستاذة هو أن اليوم هناك مكتسبات، ولكن نرى يوميا أن هناك تراجعات خطيرة. كانت نضالات الحركة النسائية في 2012 من أجل الحد في الفصل 475 من أجل أن ما تزوجش المغتصبة بالمغتصب. اليوم كذلك تنعيش عملية تخفيف، تنعيش نفس المأساة بطريقة أخرى، وتتكلموا اليوم على أن الأب تفكر في تزويج الطفلة ديالو. إذن كيفاش ممكن نحلوا هذه المشاكل اللي هي في حقيقة اجتماعية ومرتبطة كذلك بالقانون ومرتبطة بأشياء أخرى؟ اليوم كذلك كاين خلايا التكفل بالنساء والأطفال داخل المحاكم وداخل المستشفيات. هنا اليوم دور الخلايا التكفل داخل المستشفيات من أجل دعم الطفلة المغتصبة.
لان ما يمكنش نبقاو ننتظروا دائما نقلبوا على خلق اليات جديده، وحنا عندنا واحد الاليه هي اليه اللي فيها عندها قانون اللي تيسطرها، وخاصه قانون 113 اللي اليوم خاص ضروري هذه الخلايا تكفل بالطفله من اجل الدعم النفسي، من اجل المواكبه القانونيه كذلك، ومن اجل المؤازره بشكل دائم. بالطبع حنا تنتمنوا العمل اللي غتقوم به الجمعيات انصاف اللي تشتغل مع النساء الامهات العازبات، ولكن في نفس الوقت هناك عده جمعيات اخرى اللي كل واحد ممكن يقوم بشيء، ولكن الاجدر هو ان خليه التكفل بالنساء والطفل في المنطقه انها تقوم بالدعم النفسي الفوري، ما ننتظروش حتى اليوم استئناف او من ما بعد استئناف، بل اليوم لان محتاجه اكثر لهذاك الدعم، هذيك المؤازره، كذلك الاسره، كذلك الأسرة اللي محتاجة بشكل كبير كذلك من أجل المساعدة ومن أجل الحوار، وكذلك من أجل تحسيس والتوعية باش نقدروا أننا نحافظوا على كرامة هذه الطفلة وذيك الأسرة كذلك. طيب أعود إليك الأستاذة قلاع، أنت تهتمين كثيرا بحقوق الضحايا، هذه ظروف التخفيف هذه، هل هناك ما يبررها منطقيا؟ منطقيا في كما قلت في جرائم بشعة كجرائم الاعتداءات الجنسية على الأطفال والطفلات لا يمكن للقاضي شخصيا ولا كجمعية ولا كحقوقيين، لا يمكن القاضي أن يعني يعتمد على ظروف التخفيف اللي يمكن يعتمد عليها في جرائم أخرى ويأخذ بها وعلى أساس، ولكن الحال أن المتهمين الثلاثة استفادوا هذه المرة من ظروف التخفيف، هل هذه سابقة أستاذة قلاح في التواصل الدائم؟ لا ليست سابقة، لا ليست سابقة، هناك أحكام كثيرة في قضايا الاعتداءات الجنسية والعنف ضد الأطفال والطفلات استفاد فيها المتهمون من ظروف التخفيف القضائية. هل ينصفهم هل ينصفون عفوا هل ينصفون في الاستئناف؟ أنا أقول لك نعطيك مثال، طفل سبع سنوات تعرض لهتك العرض، جناية هتك العرض بأسفي، الحكم الجنائي الابتدائي ثلاث سنوات نافذة، الحكم الاستئنافي وكنا كجمعية تكفلنا بهذا الملف ودافعنا على الطفل القاصر، الحكم الاستئنافي الجنائي البراءة للمتهم، بالدار البيضاء حكم كجمعية لطفلة تعرضت للاغتصاب وقاصر، الحكم الابتدائي ثلاث سنوات حبس نافذا، الحكم الاستئنافي سنتين نافذة، يعني التخفيف من الأحكام القضائية من العقوبات في الأحكام القضائية. كيف تفهمين هذا أستاذة قلاع؟ لماذا هذه الأحكام المخففة؟ أنا في الحقيقة أود أن أطرح هذا السؤال على القضاة. أنا أطرحه عليك أنت، كيف تنظرين إلى المسألة؟ نعم أنا لأن القضاة يتعاملون باستخفاف، هناك أولا عدم وعي بخطورة وجسامة هذه الجرائم ويعتبرونها مثل أي جرائم أخرى، ويمكن يستعملوا ظروف تخفيف وينطقوا بأحكام اللي كتمشي في هذا الإطار. طبعا القاضي له الحق في سلطة تقديرية، لكن أنا أقول القاضي اليوم المسألة ديال الاعتداءات الجنسية ما نبقاش مختصرين على ملف سناء، ملف سناء وملفات سناءات عندنا كثيرة في المغرب، اليوم خصنا قضاة متخصصين من بداية البحث التمهيدي، لا في الدرك ولا في الشرطة ولا في النيابة العامة ولا في قضاة الحكم يكونوا قضاة متخصصين في الاعتداءات الجنسية، باش يمكننا يكون عندهم وعي بالتبعات بالأضرار بالمخلفات ديال هاد الأضرار. اليوم سناء كتعطينا مثال ديال الملف اللي فيه متابعة وفيه رأي عام تابع الملف، ولكن راه كما قلت سناءات راه موجودين في المغرب أطفال وطفلات تعرضوا للاعتداءات الجنسية ونساء كذلك، ولكن اليوم لأنه كاين عندنا الظرف ديال السن ديال أنه طفل كاين هناك تعاطف كثير وخصوصا تجعل عليه حمل، اليوم المسألة كطرح نقاش حقيقي خصو يكون عميق داخل المجتمع والمشرع خصو يتحمل مسؤوليته في هذا اليوم. حنا عندنا مشروع قانون جنائي كيتناقش، يتحمل المشرع مسؤوليته في وضع مقتضى
مقتضيات قانونية صارمة فيما يخص الاعتداءات الجنسية على الأطفال والطفلات. السلطة التقديرية للقاضي تكون مؤطرة ومحدودة في هذا الإطار. هناك تكوين مفروض اليوم بالنسبة للقضاة متخصصين في هذا الشيء، المحامين متخصصين. اليوم هاد الضحايا الاعتداءات الجنسية خصهم الحماية. هاد الطفلة اليوم اللي تكفلت بها جمعية إنصاف اليوم كتابع، انا تلاقيت معها باش ما كتقدرش تكلم، واحد الوضعيه نفسيه كارثيه، العائله كلها كتعاني وكتخاف من بعد الحكم القرار الاستئنافي يمكن تعرض لاعتداءات اخرى العائله كلها. وبالتالي خصنا ترسانه قانونيه وخصنا اليات لحمايه الضحايا والاسره كلها ولات ضحيه. طيب استاذه ارجوك ان نشرك السيده نجاة انور. نعم. معنا الضحيه طبعا تحتاج للمواكبه، ماذا عن عائلتها؟ نعرف ان الظروف صعبه جدا، هذا الفكر النمطي الذي نعرفه جميعا في مجتمعاتنا، كيف يمكن مواكبه هذه الاسره؟ هل هناك برنامج لمواكبه الاقربين على الاقل استاذه انور؟ نعم، كيف ما قلت بأنهم اللي كتكون إلا سمحتي لي غادي نبدأ. نعم، قبل ما نجاوبك على هذا السؤال غادي نهضر لك على الحكم اللي كان صادم، وإلا لاحظنا بأن هذه كانت سابقة ولأول مرة كنشوف وزير العدل ينتفض إلى جانب المجتمع المدني، هذا دليل على أنه يعني وصل السيل الزوبة، هذا الشيء يعني مشى بعيد بزاف. ولكن ما يمكن ليناش نكروا يعني مجموعه من المحاكم اللي كانت فيها العقوبات صارمه وصارمه جدا. ما هي العقوبات الصارمه التي تتذكرينها؟ 30 سنه سجن النافذه. ولكن هذه القضيه ديال ظروف التخفيف هذه ماشي اول مره كيستفدوا المتهمين من ظروف التخفيف، غير باش فقط لان هذا الملف هذا تسلط عليه الضوء وتعرفت فيه ظروف التخفيف، ولكن هناك ملفات عديدة اللي استفدوا فيها المتهمين بظروف التخفيف. بالنسبة لهذه الأحكام هذه خاص الناس يعني المسؤولين عليها يعرفوا بأن فقط ملي تسلط الضوء مثلا على هذه القضية ديال هذه الطفلة وصلنا للإعلام الدولي، هنا يعني كتضرر السمعة ديال البلاد، وهذا ضرب بالنسبة للدستور ديال المملكة، لأن الحماية ديال الأطفال راه هي كتبدا من القضاء. فنحن نناشد القضاة اللي هما يعني كيتساهلوا مع هاد المتهمين على أنهم دائما اللي يوقف عندهم شي طفل أو طفلة قاصر يعتبروا على أن هذاك الطفل هو ولدهم أو بنتهم، يعني يفكر لديك الظروف ديالو ولديك الصدمات ديالو كيفاش غنبنيو هاد الطفل، مع العلم أننا لا نتوفر على دعم نفسي، لأن كيف ما قلت الحمد لله اليوم حنا بادين يلاه في واحد المشروع النموذجي لتوفير الدعم النفسي للضحايا ضحايا الاعتداءات الجنسية. بالنسبة للتجربة ديالنا حنا في مدينة بولقنادل كنلصقوا مع الدرك الملكي مع جميع المتدخلين في مجال الطفولة على صعيد يعني المركز الصحي لتوفير العناية والاستماع للطفل داخل الوحدة. ولكن كيف ما قالت الأستاذة الكلا يعني كيخصنا قضاة متخصصين، محامون متخصصين، ويكون تنسيق مع هاد يعني مع هاد المسؤولين. علاش؟ باش تكون هناك واحد الحماية حقيقية للطفل، يتم الاستماع للطفل في ظروف يعني تكون متوفرة فيها المساندة أو الدعم النفسي، وهذا ما نشتغل عليه الآن مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية. أبشروا جمعيات المجتمع المدني على أننا نشتغل على هذا المشروع، والحمد لله كيف ما قلت راه هو بدأ من مدينة بولقنادل، وكنتمناو أن هذا المشروع ينجح ويتعمم على صعيد المملكة. كان مشروع آخر مع الأسف ما تمش يعني ما استمرش، هو كانت الوحدة ديال حنا معاك في الجماعة الترابية أو في البشوية ديال مدينة تارودانت، هذه الجماعة اللي هي مفروض أنها هي تكلف بهذا النوع من القضايا، لأن المواطن نهار اللي كيصوت فين كيصوت؟ كيصوت في الجماعة ديالو، فخص الجماعة ديالو توفر له يعني جميع الظروف الملائمة من إنصات ومن دعم ومن توجيه. كنا خدمنا على الوحدة ديال حنا معاك
للإنصات والتوجيه للأسرة ككل، مع الأسف وكان مشروع بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خدم ذاك المشروع تقريبا واحد سنة ونص ومن بعد تسد ذاك المشروع في مدينة تارودانت. نتساءل إلى يومنا هذا، مع العلم أن هذاك المشروع عطى واحد النتائج اللي هي مهمة ومهمة جدا بالنسبة لحماية الطفولة. اللي نبغي نأكد عليه اليوم هو أن إحنا في منظمة متقش ولدي كنت منه على أنه يتوضع حد لمثل هذه الخروقات، لأن السنوات العديدة اللي نضلنا فيها مع منظمات المجتمع المدني وحققنا فيها مكاسب وعيون مجتمعي بمعية الإعلام الذي كان مجندا لتنوير العقول، خصنا ثقافة جنسية في المدارس، خصنا نتعامل مع الأطفال على أنهم أطفال، يعني وجبت علينا حمايتهم وليس متهمين. كنعاودوا نرجعوا ملي كنشوفوا هذا النوع من التساهل مع الجنات، كنقولوا هذا الشيء غادي فقط يشجع لنا ظاهرة الاعتداءات الجنسية على الأطفال، لأن غادي الإنسان أش غادي يبقى يقول؟ أنا غادي نغتصب وتحمل قاع وتولد قاع، من بعد أش نحدها قاع سنتين غادي ندوزها وغادي نخرج، يعني غادي نأسسوا لهذه الثقافة هذه في المجتمع ديالنا. طيب. إحنا اليوم نعم. طيب الأستاذة بشرى عبدو، ما هي التحديات والصعوبات التي تواجهها الأسرة مباشرة بعد قضايا كهذه؟ من أولا من الصعوبات هو كيفية التعامل مع القضية نفسها، وكذلك التعامل مع كيفية التعامل مع المحيط، وكيفية التعامل مع الضحايا ولا الضحية اللي عندهم في الدار، لأن المشكل صعيب جدا، لأنه مشكل اجتماعي، مشكل قانوني، مشكل نفسي. العائلة كما تنعرفوا عائلة الضحية اليوم هي عائلة فقيرة جدا، الأم هي فلاحة أو عاملة زراعية اللي عندها الهم الوحيد هو البحث عن لقمة عيش. الطفلة لا ما تضرش ما تقراش، هذا مشكل توا اللي ممكن خصنا كبير جدا، هو فينا هي المدرسة، كيفاش ممكن ندفعوا هذيك البنت تقرا، فينا هي إجبارية التعليم، فينا هو تعميم التعليم، فينا هو الإمكانيات اللي خصها توفر عند هذيك الأسرة الفقيرة من أجل إنقاذ الأطفال ديالها من الفقر ومن الهشاشة ومن الآلام ومن العنف. هاد الطفلة اليوم اللي تتعرضت لهاد الأشكال، هاد الشكل البشع من الاعتداء الجنسي المتكرر، كيفاش ممكن أنها تعيش تهز كما تنقولوا تهز الراس مرة أخرى وتعيش عيشة أحسن بكرامة؟ اليوم خاص الكل يتجند من أجل أن بعدا نقوم بإنقاذ الطفلة وإنقاذ الجنين وكذلك إنقاذ الأسرة كذلك، لأن هاد الأسرة كلها هي تعيش في واحد الدوامة ديال الفقر وديال العنف وديال عدة مآسي. دونك خاص ضروري الجمعية متقش ولدي، جمعية إنصاف، جمعية الأستاذة قلاء إلى آخره، كلهم هذه الجمعيات خاصة تكتف الجهود من أجل أن تلقى صيغة من أجل دعم الضحية، من أجل دعم كذلك الأسرة. وهنا ماشي فقط دورنا احنا كمجتمع مدني، بل كذلك دور الجهات من أجل التكفل بالأسرة وبهذه الطفلة وبهذا الوليد ولا البنية اللي غيجي فيما بعد، كيفاش ممكن أنهم يعيشوا أحسن من السابق، لأن الانتغراسيون ولا الإدماج هذه الطفلة في العمل في مثلا في الدراسة كما قالت الأستاذة قال لا أنهم غدير الحلاقة إلى آخره، راه خاص ضروري أنها تلقى لها فرص ديال التكوين، فرص ديال الشغل فيما بعد، فرص ديال الإدماج، السكن لائق إلى آخره. إذا خاص ضروري أنها تعيش عيشة أحسن اليوم، وكذلك أن أول خطوة من الخطوات الآنية أنا تنقول هو الدعم النفسي اللي خاصة نقوم به من أجل الأسرة ومن أجل الطفلة، لأن هذه أولا. كذلك المؤازرة والمواكبة الملف القانوني من طرف الجمعيات النسائية والحقوقية من أجل إنصاف الضحية ومن أجل كذلك الوقوف على الملف في الاستئناف، باش يكون ملف اللي غادي أكيد غادي يعطي عقوبات مشددة على الضحايا حتى لا تتكرر نفس المأساة لسنوات اللي هما ما تيبانوش في الوجود، واللي ما تسلطش عليهم الأضواء الإعلام المغربي، واللي
واللي ما تبانوش في القنوات الفضائية إلى آخره، ولكن اليوم بغينا أن يكون عندنا قانون جنائي، قانون لا يشرع للعنف، بل قانون طيب. يدافع عن الضحايا، قانون لمنصف، قانون لعادل، وكذلك من أجل التبليغ، لأن هناك سناءات لا تبلغ، هناك أسر لا تبلغ خوفا من عدم الإنصاف. إذن اليوم حان الوقت من أجل التبليغ، من أجل دق ناقوس الخطر، من أجل توقيف كل اعتداءات الجنسية، لأن هذه البيدوفيليا هادو جنات للمتزوجين، ماشي احنا نتكلموا على جنات لأول مرة يمارسوا ممارسات شادة وباقين صغار وباقين قاصرين أو باقين يافعين إلى آخره، بل هادو متزوجين فما فوق 87 زيدين في 1987 هو عندهم أطفال، كيفاش ممكن تصوروا هاد المأساة وهاد المعاناة ديال سناء؟ إذا اليوم خاص ضروري أننا نوقفوا من مثل هذه الاعتداءات، وأننا نكتفوا الجهود كمجتمع مدني وكجمعيات حقوقية نسائية. شكرا أستاذة من أجل المطالبة حقيقة بقانون جنائي عادل. طيب هذا القانون الجنائي تحدثت كذلك عليه أستاذة قلاع، ماذا في حيثيته؟ القانون الجنائي في مجموعة من المقتضيات التي تخص يعني جرائم الاغتصاب وجرائم هاتك العرض، هذه كلها جنايات. المقتضيات القانونية أنا أركز لأنه كاين عقوبات مشددة في القانون الجنائي، من المواد 484-85-86 حتى 88، يعني مجموعة ديال العقوبات على جنايات تصل إلى 30 سنة، تصل إلى 20 سنة، ما بين 10 في حالات القاصرين سواء بالنسبة للاغتصاب أو لا بالنسبة لهاتك العرض. لكن مع الأسف هناك مجموعة من يعني أماكن البيضاء داخل هذه المقتضيات، يعني واحد الأماكن البيضاء اللي يعني تسمح بمرور مثل هذه القرارات القضائية اليوم التي لا توصف ضحايا الاعتداءات الجنسية الأطفال والطفلات، وخصوصا عندما ينتج حمل كما هو حالة هذا الملف. عندما نتحدث عن قاصر طفل أو طفلة لا يمكن أن نتحدث عن عنف أو عدم عنف، مادام هناك قاصر طفل أو طفلة الاعتداء الجنسي بعنف ما يمكنش نفصله واش بعنف، لأنه الطفل في 7 سنين في 12 سنة في 15 سنة يعني باقي الطفل ما عندوش الإدراك والتمييز كراجل، وبالتالي ما يمكنش نميزوا بين واش كاين العنف او ما كاينش العنف في حالات الطفل او طفله. العقوبه يجب ان تكون مشدده ولا تميز في وجود العنف هنا. كذلك العقوبات خصها يعني في حدها الادنى خصها ترفع، ما يمكنناش نتكلموا على سنتين في الحد الادنى في عقوبات فيها قاصرين، ما يمكنناش نتحدوا على سنتين عقوبه، والا هذه العقوبة ما غتحقق لناش الهدف من هذا القانون الجنائي كله اللي كان وضعه، لأن القانون الجنائي العقوبات من أجل تحقيق الردع العام والخاص. وإلا كنا تساهلنا بعقوبات حبسية في سنتين، الغريب أن العقوبة اليوم في هذا الملف فيها سنتين، سنة ونصف حبسا والباقي موقوف تنفيذ، يعني 18 شهر ديال العقوبة الحبسية. هذه عقوبات مخففة جدا بالنسبة بالنظر للأفعال والضرر والتأثير ديالها على الضحايا. الضحية ليست فقط الضحية الطفلة اللي ترتكب عليها الفعل ديال الاعتداء الجنسي، ولكن كل محيطها، الآباء، الوالدين، الأسرة، الإخوة، الأخوات، كلهم ضحايا اليوم. قانون التجارة بالبشر مثلا لا يعتبر الضحية فقط الشخص الذي تعرض للاعتداء، ولكن الضحية هو كل محيط، لأن هذه العائلة اليوم كما هي عائلات أخرى اللي عندها ضحايا أطفال، ضحايا اعتداءات جنسية، الأسرة كلها ضحية. هذه الأحكام مثلا على الأقل نطبقوا غير المقتضيات اللي كاينة في أفق أننا نعدلوها باش نحاربوا الإفلات من العقاب، لأن هذا الشيء كيشجع على الإفلات من العقاب. ثانيا باش نشجعوا على التبليغ على جرائم الجنسية، طيب. لأن بحال هذه الأحكام كتخلي الضحايا أنهم يلتزموا الصمت، حنا بغينا نكسروا الصمت. نريد أن نشرك كذلك الأستاذة أشير نعم نقطة أخيرة بالنسبة باختصار أرجوك باختصار شديد، بالنسبة للأب لم يتنازل ولا يناقش أي تنازل بالنسبة للقضية ديال الابنة دياله، بل تعرض في الأسبوع الماضي لاعتداء من عائلة أحد المتهمين،
هو لن يتنازل ولا يفكر في التنازل، بل يطالب بتشديد العقوبة وبإنصاف بنت ابنته وبجبر ضررها. وصلت الفكرة أستاذة نجاة. بعد صدور الحكم، ونتمنى أن يكون منصفا أو عادلا لهذه الضحية وابنها ومحيطها كذلك، المأساة لا تنتهي بمجرد صدور هذا الحكم، ماذا تحتاج الضحية بعد ذلك من أجل ربما تخفيف عنها من وطأة ما عاشت؟ نعم، اولا كنشدوا المحكمه ديال الاستئناف انها تنصف هذه الضحيه، لان كنعرفوا بان الضحيه ملي كتاخذ حقها وكتشوف بان المتهم نال الجزاء ديالو، كيكون هناك واحد النسبه ديال التخفيف وكتكون واحد النسبه ديال العلاج. طيب كيف يمكن بنظرك استاذه نجاة انصاف الطفل الرضيع الذي ولد من عمليه الاغتصاب هذه من الناحيه الحقوقيه؟ كيف يمكن انصافه؟ لا، احنا كنتكلموا دابا على الانصاف. لا، انا سالت عن نعم انصاف في قضيه الاغتصاب بالنسبه للفتاه، ماذا عن ابنها؟ نحن عندنا اليوم ابن ناتج عن علاقه غير شرعيه، فهو ليس له نسب، هل اثبات هذا النسب هو نوع من ارجاع الحق لهذا الطفل؟ كيف يمكن ان ننصف هذا الرضيع كذلك اليوم استاذه نجاة؟ انا الوجهه الحقوقيه بالنسبه لي. هذا ما قلت بالنسبه لما استنتجناه من الاب. نعم. وهو يعني بعقلية الأب يريد أن يعني يستر هذا العار، فيعني هو ما غاديش يكره أن يعني ما استنتجناه من خلال يعني المعاملة ديالنا مع الأب، الاستنتاج كان هو أنه المتهم يعني إلى تم الزواج بالضحية وكان إثبات النسب، ربما بالنسبة له هذا غادي يكون واحد يعني غادي يلم شيئا ما هذا المشكل. ولكن نحن كمنظمة حقوقية نحن نرفض يعني علاج القضايا بهذا الشكل، يعني القضايا ديال الاعتداءات الجنسية خص يكون فيها الإنصاف، وخص كل يعني كل طرف تتم المحاسبة دياله ويتحمل المسؤولية دياله. بالنسبة للدعم اللي كنهضر عليه دابا، لأن هذا اللي هو الدعم ديال هاد الأم اللي هي في حد ذاتها طفلة، ولكن بالنسبة لنا احنا كمنظمة ما تقش ولدي، رحنا عندنا حالات عديدة وعديدة جدا ومحتاجة دعم، ولكن مع الأسف راه ما كاينش الدعم النفسي. الأستاذة قبيلة قالت بأن جمعيات المجتمع المدني خصنا نتجندوا باش ندعموا هذه الطفلة هذه، ولكن راه المشكلة المغرب راه فيه طفلات وأطفال يحتاجون إلى دعم. إذا حنا إلا بقينا كنمشيو لكل حالة حالة، وخاصة الحالات اللي كيكون مسلط عليها الضوء، هي الحالات اللي كتستفد في الأول فقط من الدعم، ومن بعد يعني كترجع الامور عاديه، لان كاين البعد، كاين الامكانيات الماديه، كاين خص. طيب. اليوم حان الوقت، حنا كمجتمع مدني عندنا واحد الخبره، وعندنا يعني بحكم احتكاكنا مع الضحايا ومع الاسر ديالهم، ولكن خص المؤسسات الرسميه تحمل المسؤوليه ديالها في توفير الدعم في المراكز، مراكز القرب. وهنا غادي نرجع لهاد التجربه ديالنا حنا. طيب يعني ليس لدي الوقت، بقي دقيقه امنحهما كذلك الاستاذ بشرى عبدو. كيف يمكن سيده بشرى ان نحمي هؤلاء الضحايا على الاقل مساعدتهم في الادماج مره اخرى؟ هو الأول شيء أنا سنتكلم عليه هو الدعم النفسي، ثانيا هو تكوين للضحايا في حالة لكانوا ما عندهمش تكوين مهم، ولا ما عندهمش ما يتبعوش الدراسة ديالهم. كذلك أن خاص ضروري البحث عن عمل قار لتلك الضحايا من أجل الخروج من ديك الدوامة ديال داك العنف اليومي اللي تيقدروا أنهم يعيشوه، ولا أنه تيبقاو يتصوروه، ولا أن تيبقاو يحسوا به بشكل مستمر. كذلك هو ان هاد الضحيه اليوم سناء يمكن اللي محتاجه ليه اليوم ودابا هو الدعم النفسي، اللي محتاجه ليه دابا هو اننا نأزروها قانونيا، اللي محتاجه ليه دابا الاسره كذلك هو ان في من بعد الاستئناف ان نبحثوا ليها على فين تكون، لان اليوم هي عندها طفل، وهذاك الطفل هو محتاج لرعايه خاصه، ومحتاج الوثائق، ومحتاج الاكل والشرب، ومحتاج الحاجة
حنان إلى آخره، كيفاش ممكن أن نخلق لها واحد الجو دافئ، واحد الجو فيه الطمأنينة من أجل أنها تقدر أنها تقبل ذاك الوليد وأنها تعيش معه. بالإضافة إلى ذلك، في الوقت اللي نتكلم على الجمعيات المجتمع المدني، جمعية المجتمع المدني هي عندها محدودية العطاء مع الضحايا، لأنها تتأزرهم، توقف معهم، هي قوة اقتراحية من أجل تغيير القوانين، من أجل قوانين عادلة. ولكن كذلك كما قلت سابقا، هو أن اليوم هناك خاص ضروري الحماية من طرف الدولة لها الضحايا. طيب، انتهى وقت البرنامج. أشكر جزيلا ضيفاتي الكريمات، السيدة عائشة القلاعة، السيدة نجاة أنور، والأستاذة بشرى عبدو. شكرا لكم مشاهدين على المتابعة، نلتقي بخير بإذن الله.